الا بغيتي تسجل الرقم ديالك بلا ما توجه لوكالة اتصالات المغرب، طريقة بسيطة وسهلة، من التليفون ديالك فقط يمكن لك تسجل الرقم ديالك وتأكده. طريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية ان شاء الله. كنتوجهوا مباشرة الى الاتصال، علامة الاتصال، كان ديال الاتصال، وكنكتبوا الارقام التالية اللي هي نجمة كتزيد دياز كبير 111، تعاود تعمل دياز هنا كتصل. كيوجدك لهذا الخيار، كاين هنا الارقام 1 2 3 4 5، الواحد الرقم 1 هو بري ايدونتيفيكاسيون جوا لهنا، تسجل الرقم ديالك. اما الرقم 2 3 4 5 هي ليك خدمات، كاين الكونت، كاين السيرفيس، كاين كونتاكت ديال الاتصالات والعديد من المسائل. على اي حنا اللي كيهمنا هو رقم 1 اللي هو ايدونتيفيكاسيون ديال الجوال. هنا كتعمل رقم 1 لانك انت تعمر لي دوني ديال رقم 1 باش تسجل الرقم ديالك، دير انفويي وجهك لهذا الخيار هي شونجي ايدونتيفيكاسيون. هنا عندي الايدونتيفيكاسيون، يعني عندي الرقم ديالك، الرقم ديالك هنا غتعمل الرقم ديالك وغدير انفويي. يجيك الميساج الثاني من بعد كدير انفويي، غتكتب الاسم ديالك كامل وصحيح، كدير انفويي كيجيك الميساج الثالث، هنا كدير رقم البطاقة الوطنية ديالك وتعمل انفويي، وهنا مبروك عليك التسجيل.